يجب أن أنتم تفهموا أن اليمن هي حارس أمين للبوابة الجنوبية للوطن العربي، ويجب أن تفهموا أن مخزون اليمن الاستراتيجي عالي جدا. اليوم الطائرة التاسعة MQ-9، تم إسقاط الطائرة رقم 9 MQ-9 في أجواء محافظة مأرب. طبعا ما هو السبب؟ انه كانت في اعمال عدائيه في اجواء واجواء اليمن. طيب في اصوات نزلت انه الله، يعني مثلا بعضهم يقولوا الله، يعني كيف يعني ان اليمنيين بيستطيعوا انهم يسقطوا الطائره، هذه الاحدث في العالم ومش عارف ايش مواصفاتها والى اخره. ويطلع لك ناس اخرين يعني نشاز، يعني اليمنيين يسقطوا طائرة من أحدث الطائرات الأمريكية. طيب ما هي قديرة رقم 9 الآن، رقم 9، احنا نتكلم في رقم 9، يعني ما هو الجديد في الموضوع. لا تنسوش أنه اليمن لولا أنه تم تفكيك القوات اليمنية في 2011 عندما جاءت القوات الأردنية، أذكر، والقوات الأمريكية في عهد الدنبوع اللي هو الرئيس الذي كان للأسف الشديد أتاح لهم فرصة فكفكوا المنظومة الدفاع الجوي اليمني. ولا تنسوش إن لو لم يتم تفكيك الرادارات والدفاعات الجوية اليمنية، أنا أعتقد إنه حتى بالنسبة للطائرات الكبيرة مثل الإف 16 وإلى آخره ممكن إنها الآن بتسقط. لكن على العموم دائما الواحد هو بيستفيد. في نهاية المطاف اليمن حبلى بالمفاجآت، يعني للأمانة اليمن هي دولة، اليمن دولة دولة دولة. وين الذي دائما يعني يستضعفه اليمن؟ للأسف الشديد في أشخاص بيستضعفوا اليمن. على العموم عشان ما أدخلش في وأتوه معاكم في المواضيع الثانية، أنا أشاء أترككم مع الفيديو بيشرح الام كيو 9 ومميزات الام كيو 9. اتفضلوا شوفوا. A drone MQ-9 repair من أحد المسيرات الأمريكية تمتلك مواصفات تكنولوجية هادية يعتمد عليها الجيش الأمريكي في العمليات العسكرية. سرعتها تصل إلى 370 كيلومترا في الساعة، قادرة على التحليق لمدة تصل إلى أكثر من 30 ساعة. تصنف بالطائرة متعددة المهام. القدرة على الرصد والمراقبة ومهاجمة أهداف على الأرض. يمكن تسليحها بصواريخ هيلفاير وكذلك بقنابل موجهة بالليزر. نفذت MQ-9 مهام في العراق وأفغانستان وسوريا ودول أخرى. وفي تقارير استخدمت في اغتيال قاسم سليماني وفي اغتيال زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري. صحيفة واشنطن بوست: تشغيل درون MQ-9 يتم عن بعد بواسطة فريقين في نحو 20 قاعدة منتشرة في 17 ولاية أمريكية. طيب خلصنا نشوف المميزات الام كيو 9. اشتي اقول لكم انه بالنسبة للطائرات السابقة احنا بنقول رقم 9 صح؟ رقم 9، انتم عارفين بكم الام كيو 9؟ ب 33 مليون. احنا لو نعمل عملية حسابية بسيطة سنجد ان 297 مليون دولار التي يعني اسقطت في اليمن، طائرات كلها ام كيو 9 من احدث الطائرات الامريكية، يعني رقم بصراحة مهول يعني. فهذا يعتبر بالنسبة لليمن، هم بيعتبر بالنسبة لليمن انجاز كبير انهم اسقطوا طائرات امريكية من احدث الطائرات الذي وانتم كذا سمعتوا المواصفات الخاصة بها. لكن ايش اقول لكم، ماشي بس في مأرب، الطائرات السابقه اللي تم اسقاطها واحده في صعده، واحده في صنعاء، وثنتين في مأرب، وطائرات كثيره يعني للامانه. فبالتالي اليمن زي ما قلنا حبلى بالمفاجات، وانا اعتقد انه المنظومات الدفاع الجوي في تطور دائم في تطور دائم في تطور دائم، واليمن دائما ما تفاجئنا. يعني انا اتكلم بصيغه الحياد اليمن، لان انا يمني، ولكن انا لما اقول اليمن لازم ان انا اوصل رساله الى كل من يعتقد ان اليمن ضعيفه، ان الله سبحانه وتعالى يضع يعني قدرته في اضعف خلقه يعني. فبالتالي لا تستهينوا باليمن، اليمن عندها كادر قوي جدا، واليمن دوله. بس اللي كان يستصغر اليمن الآن، أشتي أقول له لا تستصغر اليمن، اليمن للأمانة هي مخزون استراتيجي للوطن العربي. بس للأسف الشديد عندما كنا نسافر حتى يقول لك أنت يمني، يستصغر الموضوع.
دول عربية تستصغر اليمني. الآن المعادلة اختلفت، يجب أن تفهموا أن اليمن هي حارس أمين للبوابة الجنوبية للوطن العربي، ويجب أن تفهموا أن مخزون اليمن الاستراتيجي عالي جدا فوق ما تتخيلوا، والأيام القادمة حبلى بأشياء كثيرة تتفاجأوا. اليمن في المعادلة الجديدة الدولية سيكون له شأن، شاء من شاء وأبى من أبى. اليمن ستكون له صولة وجولة وقرار في المنظومة العالمية، شئتم أم أبيتم. ويجب، هذا تحليلي الشخصي، أنا لست مع ولست ضد، ولكن الواقع بيفرض نفسه. الآن المعادلات الجديدة في العالم، الآن يعني في نظام دولي جديد بيتكون، غصبا عنك حتظهر دول جديدة كانت تستضعف، والآن ستظهر دول جديدة بقوة غير عادية، ومنها اليمن. اليمن باعتراف دولي أصبحت معادلة يجب النظر إليها. الآن في حراك دولي على أساس أنه يتم عمل تسوية سياسية في اليمن، ويجب حل مشكلة اليمنيين، لأنهم فعلا أثبتوا بجدارة بما لا يعلم على الشك أن قولهم قول وفعلهم فعل. اليمن قولا وقولا وفعلا وفعل. فبالتالي على الجميع أن يعي أن هناك مارد قادم آت لا محالة، تهدأ الأوضاع إن شاء الله وستجود اليمن. من سيرحل إلى اليمن مش يرحلوا لدول أخرى، سيرحلوا إلى اليمن عشان يعيشوا في اليمن بكرامة اليمنيين وعزة اليمنيين. وإن شاء الله اليمن تسطر أروع الأمثلة، وتسطر كل ما يمكن من الشهامة والشرف والعزة والعزة. حبيت أنا أطلع عليكم هذا الصباح مع البن اليمني الرائع، وأقول لكم كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي. هذا ما عندي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. A drone MQ-9 repair من أحد السيارة الأمريكية تمتلك مواصفات تكنولوجية عالية، يعتمد عليها الجيش الأمريكي في العمليات العسكرية. سرعتها تصل إلى 370 كيلو مترا في الساعة، قادرة على التحليق لمدة تصل إلى أكثر من 30 ساعة. تصنف بالطائرة متعددة المهام. القدرة على الرصد والمراقبة ومهاجمة أهداف على الأرض. يمكن تسليحها بصواريخ هيلفاير وكذلك بقنابل موجهة بالليزر. نفذت MQ-9 مهام في العراق وأفغانستان وسوريا ودول أخرى. وفي تقارير استخدمت في افتيال قاسم سليماني وفي افتيال زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري. صحيفة واشنطن بوست تشغيل درون MQ-9 يتم عن بعد بواسطة فريقين في نحو 20 قاعدة منتشرة في 17 ولاية.